موجودين. يقولك من طول الغيبات يا بالغنايم، ونحن ردينا لكم بالغنايم. هذا مو بحل، هذه مشكلة ثانية بعد، وبتعرض نفسك واللي حواليك للخطر وبتتخالف. الصبر زين يا الهاشمي. المعلق هو أنا نفسي ما تغيرت، وإن شاء الله بي اليوم اللي بتشوفوني فيه. الله يسامح، انزين ليش ما طرشت لنا إياها عشان نحطها؟ هذا واجبنا، وبخدمتكم دوم حاضرين. وزارة الداخلية دوم تسعى لتقديم الأفضل لكم، وإن شاء الله دوم النار رضاكم. في ريموت خاص بكاشف الدخان، تقدرون تستخدمونه عشان تسكرون صوت الأنذار يوم تبخرون. ما ظن كل طلعاتك تكون بس للدوام، نحن اللي قصدنا لو تكون الطلعة مش ضرورية، لكن الدوام عاد شد حيلك، ارقد من وقت واطلع من وقت، وما حد بيخصم من راتبك. كلكم فيكم الخير والبركة، وكل واحد يقدر يخدم بلاده في المكان اللي هو فيه. الأهم عندنا الفكرة توصلكم وتتقيدون بالقوانين أكثر من أنكم تتأثرون بالصورة. نتمنى الناس مثلك تحترم خط المشاة، لأنهم في النهاية يعتبرون من مستخدمي الطريق، ونتمنى السلامة للجميع. العفو لا شكر على واجب، وتهمنا راحتكم وخدماتنا بين ايديكم. انت قلتها، الله يهديهم، بس الاهم احمي نفسك واترك مسافر، والله يسلمكم من هالحوادث. نشكرك على تفاعلك، ونتمنى الرسالة تكون وصلت للجميع ويتفاعلون معها.